السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نبدأها بالعناوين. مجلس شورى حزب تواصل يؤكد في ختام دورته الرابعة العادية تمسكه بوحدة المنتدى ويدعو لحوار سياسي جاد. منظمة عدل للأخوة والمساواة تدعو للحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الموريتاني والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته. وفي النشرة تتابعون أيضا صعوبة الظروف الاقتصادية تدفع العديدين بنواكشوط إلى امتهان التسول من أجل مجابهة أعباء الحياة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. خرج مجلس شورى حزب تواصل في دورته الرابعة العادية بجملة من التوصيات من بينها تمسكه بوحدة المنتدى وتماسكه، كما دعا لحوار سياسي جاد ومسؤول محذرا مما سماه الانجرار نحو حوار الهدف منه كسو الوقت تكريسا للأحادية. يعتبر المجلس وحدة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتماسكه هدفا وأولوية، ويجدد موقفه الداعم لحوار جدي مسؤول محذرا في الوقت نفسه من الانجرار نحو أي حوار الهدف منه كسب الوقت والاستمرار في المماطلة تكريسا للسياسة الأحادية والإقصاء. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل والمنصور إن موقف الحزب من الحوار السياسي سيتضح بشكل جلي من خلال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. وأضاف المنصور في رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده حزب تواصل في ختام أعمال الدورة الرابعة لمجلس الشورى أن الحزب سيتقدم باقتراح للمنتدى للرد على رد الحكومة بخصوص موضوع الحوار، وصفا ردها بغير اللائق شكلا. سيتضح موقفنا بشكل معلن وواضح بطبيعة الحال من خلال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والأطراف المشكلة للمنتدى الآن كل منها يهيئ رأيه فيما ينبغي أن يكون عليه الرد على ما قدمته الحكومة ووفدها. وقد أشار الرئيس إلى أهم معالم الاقتراح الذي سيتقدم به حزب تواصل ضمن المداولات المشتركة للمنتدى الذي سيتولى إعلان الموقف النهائي من وثيقة الحكومة أو رد الحكومة على الأصح الشفوي غير اللائق على الأقل في شكله. من ناحية أخرى، جدد حزب تواصل إدانته للانقلاب العسكري في مصر واستمراره في الدوس على كرامة الشعب واعتدائه على أرواح الأبرياء وصمت المجتمع الدولي على جرائمه التي كان آخرها الحكم بالإعدام على الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي وبعض خيرة علماء وقادة مصر. يجدد إدانته الشديدة للنظام الانقلابي الدموي في مصر ودوسه على كرامة الشعب المصري واعتداءه على أرواح الأبرياء الشرفاء من أبناء هذا البلد العظيم، ويستغرب صمت المجتمع الدولي إزاء ذلك وتواطؤ العديد من الدول معه وسكوتهم على جرائمه التي وصلت حد الحكم بالإعدام على رئيس مدني منتخب بطريقة ديمقراطية حرة وشفافة مع خيرة علماء الأمة وقادتها. كما يجدد وقوفه إلى جانب الثورة السورية وهي تواصل صمودها في وجه آلة القتل والتنكيل، ويسجل إدانته للإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا. قال مصدر من داخل كتلة أحزاب المعاهدة أن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز التقى خلال الأيام الأخيرة كل من الرئيس الدوري للكتلة بيجل والهميد والرئيس المنصرف مسعود والبالخير. ووفق ذات المصادر فإن لقاء والبالخير استمر زهاء ساعة من الزمن وتم فيه التطرق لموضوع الحوار السياسي. وقد دعا والبالخير الرئيس إلى تقديم تنازلات من أجل إطلاق الحوار مبديا استعداد الكتلة له. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. لم يكد يمر أسبوع واحد على تسليم رئيس التحالف الشعبي التقدمي مسعود والبالخير الرئاسة الدورية لكتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي
لخلفه السيد بويدل الهميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي. لم يكد يمر أسبوع واحد حتى رصد الرجلان وهما يدخلان القصر الرمادي منفردين وبفارق يومين فقط. المصادر تحدثت عن لقائهما مع الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وبطلب منهما. وفي حين لم ترشح معلومات عن فحوى لقاء بويدل بالرئيس، فقد علمت المرابطون بأن مسعود البلخير طالب عبد العزيز بتقديم تنازلات بغرض تذليل العقبات أمام انعقاد الحوار المتعثر. وبحسب ذات المصادر، فقد أبدى الرئيس لمسعود استعداده لذلك، ليبقى السؤال المطروح عن حجم تلك التنازلات وتوقيتها. المراقبون رأوا في اللقاءين المنفصلين وشبه المتزامنين نوعاً من تبادل الأدوار بين القياديين في المعاهدة، وذلك بمحاولة مسعود الدفع باتجاه إطلاق الحوار، بينما يسعى بويدل إلى تأمين مقاعد أمامية لكتلته السياسية في حال كتب النجاح لجهود جلوس الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار المرتقب، بيد أن تنازلات الرئيس التي تعهد بها لمسعود قد لا ترقى إلى مستوى تطلعات من باتوا يوصفون بصقور المنتدى المعارض كما يرى البعض، وهو ما يبقي الحوار متأرجحا بين طرفين يلقي كل منهما باللائمة على الآخر في المسؤولية عن إفشاله. نظمت جمعية الفنانين التشكيليين معرضا للكاريكاتور بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين، حيث قدمت الجمعية رسوما ناقدة للواقع الموريتاني بأبعاده المختلفة الاجتماعية والاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يشكل فن الكاريكاتير أحد الفنون الجديدة نسبيا في التداول الإعلامي الموريتاني، حيث يقدم هذا الفن أسلوبا منهجيا في التعاطي مع إشكالات الواقع الموريتاني بكل أبعادها. قبل سنوات كان هذا الفن يفهم من طرف الجمهور على أنه أداة للسخرية من مفارقات يعرفها الواقع في الاجتماع الموريتاني، غير أن ارتقاء ذوق الجمهور للفنون التشكيلية ومنها الكاريكاتير بدأ يأخذ مدى أوسع من ذي قبل، وأخذت الذهنية الفنية في إنتاج المفارقة الواعية عبر لوحات الرسامين والفنانين التشكيليين الذين بدأوا في وضع لبناتهم النقدية للواقع من خلال رسوماتهم الفنية المعبرة. مع اتساع آليات التعبير المعاصر تبقى الفنون الرمزية ملائمة لتعبير الموريتانيين الذين يفضلون في الغالب الميل للتعبير الرمزي والاختزالي الذي يبتعد عن المباشرة في التعبير، بل إن ذهنيات الأفراد في بعض المناطق تعتبر ذلك نقصا جارحا في التعبير، مع أن الكل متعلق بالإبداع في إبراز المعاني بصورة تجافي المباشرة الفاقعة. الكاريكاتير الموريتاني انبثق في السنوات الأخيرة، له مرسل ينتجه ومستقبل ينثره للمتلقي. بدأ هذا الفن ناقدا بشكل لاذع نظرا لمناجم المواضيع البكر التي لم تجري مقاربتها من قبل، وهو ما يتيح لرسام الكاريكاتير فرصا ذهبية للسبق والإبداع في تناول مختلف أوجه الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. دعا رئيس منظمة عدل للأخوة والمساواة محمد فالو البومبيرد إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الموريتاني والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها منظمة عدل بالعاصمة نواكشوط، وشارك فيها عدد من الباحثين والناشطين الحقوقيين. إننا في منظمة عدل للأخوة والمساواة، واعتزازا منا بالانتساب إلى هذا المجد التليد ووفاء لهذا التاريخ المجيد، لندرك أن الحفاظ على وحدة شعبنا والعيش المشترك بين فئاته ومكوناته المختلفة واجب مقدس عندنا جميعا. أيتها الأخوات، أيتها الإخوة، إن بيئة المعلمين التي عرفت أول ما عرفت بالوفاء للوطن والأرض والتشبث بالدين والقيم ثم بالتسامح والتضحية والتواضع والإكرام الذات، كما عرفت بمهارة اليد وسعة الخيال والسرعة البديهة والقدرة على الابتكار، حتى كان الإبداع رفيقها في رحلة المكابدة والمعاناة. رياضيا، في هذه النشرة تأجل حسم بطولة الدوري الموريتاني إلى الجولة الأخيرة من الدوري، حيث نجح المتصدر نادي سنيم في الفوز على كهيديا على أرضه بهدفين دون رد، وفاز ثاني الترتيب تفرغزين بهدف مقابل صفر على نادي الكونكورد في مباراة مثيرة لتبقى الجولة القادمة والأخيرة من الدوري هي التي ستحدد من هو بطل الدوري الموريتاني لهذا العام. مساعد مدرب نادي تفرغزين يعقوب كاريكا أدلى بالتصريح التالي عقب انتهاء اللقاء. هي مباراة كانت مباراة بالمستوى العالي من الفريقين قدموا مباراة جيدة
ونحن ربحناها أنظروا وسنيهم اللي قلبت هكاتي شور كهيدي. نحن ركاتي لا مباراة بقات مباراة واحدة الحاسمة بين الفريقين في البطولة. سنين لا تلعب مع بوليس ونحن نلعب مع سيدي بابي شور سيدي بابي. واللي فيه الخير إن شاء الله يجي. بالون هذا كيف خارج رابح وخارج خاسر. فهم هما قدامنا ركب عن بوين مازالوا. ونحن نعدلوا ياكنا قلبوا سيدي بابي وهم اللي يقدوا مازالوا يخسروا. في أمل يقدوا يخسروا في أمل يقدوا يتعادلوا. بالون لا كيف هو شاكر قناة المرابطون على مواكبتها دائما للرياضة هون في نواكشوط. لاعب وسط نادي تفرغ زين تقي الله الدنا أكد أن لقاء سيلي بابي في الجولة الأخيرة هو الذي سيحدد هوية بطل الدوري. مباراة اليوم كانت مباراة صعبة، كانت مباراة ضد كونكورد ونحن مازلنا في المنافسة ما فقدنا الأمل. هناك مزاد في النقطة بيننا نحن وبين سنيم، بعدين خلق في أكسيدون ماتش باسي شور نوادي كونكورد على سنيم، مي نحن ليكيب الحمد لله نزلوا إلى آخر دقيقة. مزاد جورني مزاد مزال كل شيء يجي يخلق فيها وان شاء الله اللي فيه الخير ان شاء الله. لكن ميريت الشامبيون اللي كردو لان نحن قعدنا فيه خير نكردو لعد ما فينا خير مولي. فريستاسيون للسنين وفريستاسيون مولي اللي كردو. عضو مكتب نادي تفرغ زينة محمد علي والابراهيم اكد ان نادي تفرغ زينة قدم مباراة جيدة نظرا لقوة الخصم الكونكورد وحافظ على حظوظه بالتتويج بالبطولة. نقول على المباراة اليوم كانت مباريات قوية وكانت فيها ندية كبيرة، كان فيها تكتيك من المدربين الاثنين ونحن حالفنا الحظ سجلنا هدف وجبرنا بطاقة حمراء في الدقيقة 7 واللاعبين كانوا على المستوى وأكدوا عنهم استحقوا الدوري وفزنا على نادي كبير اللي هو كونكورد وشكرا. من ناحية أخرى أسفرت قرعة البلاي أوف عن العديد من المواجهات القوية 15 فريقا موزعة على 4 مجموعات. المجموعة الثلاثة الأولى تضم 4 فرق بينما تضم المجموعة الرابعة 3 فرق فقط. هذا وتعتبر مواجهات البلاي أوف المواجهات الحاسمة لمعرفة من سيتأهل إلى دور درجة ثانية ومن سيبقى في دور درجة أولى. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. خرجت قرعة البلاي أوف إلى النور من جديد وبخروجها تنفس البعض الصعداء بينما البعض الآخر لم ترحمه القرعة كما يقول. 15 فريقا هي نتاج المواجهات السابقة من الدوري الأول في دور درجة ثانية بعد صراع محتدم استمر عدة أسابيع. القرعة تمخضت عن 4 مجموعات، كل مجموعة تتألف من 4 فرق ما عدا واحدة تتألف من 3 فرق. يتأهل من كل مجموعة فريق واحد ليصبح العدد 4 فرق. ستخوض مواجهات دور النصف النهائي والفريقان المتأهلان سيحطان الرحال في دور درجة أولى والفائز منهما في المباراة النهائية يتوج مباشرة ببطولة دور درجة ثانية لهذا العام. لتنتهي رحلة الألف ميل هذه مسافة طويلة وشاقة تلك التي تنتظر هذه الفرق نحو دور درجة أولى، فالوصول إليه هو حلم كل فرق من فرق الولايات وفرق العاصمة وللحرس الوطني بقية الحكاية. من كان يتوقع أن يصارع هذا النادي العريق في آخر أيامه محاولا جاهدا العودة لدوره صحبة فرق بعضها مغمور وبعضها الآخر ميسور الحال؟ أحقا فريق إبراهيم المالحة الذي صال وجال في أيام التسعينات وعانق الألقاب وهدد كل فرق الصفوة أنذاك وكان شبح خوف لكل الفرق ويلقي بظلاله على مدرجات شيخ الملاعب الموريتانية يئن الآن تحت رحمة فرق بلا تاريخ ويمني النفس بالصعود لدوره السابق. حقا لكل جواد كبوة، لكن الحرس الوطني كثرت كبواته وما عاد بتلك المكانة ولا الهيبة، فمن يخبر صائد الشباك في شمس أميكال كابرال الحارقة أن فريقه فعلا غابت شمسه وتوارى عن الأنظار. تنتشر في العاصمة نواكشوط ظاهرة التسول في الشوارع وعند ملتقيات الطرق، وتزداد تلك الظاهرة انتشارا أفقيا بتغطيتها لمختلف مناطق العاصمة وعموديا على مقياس الأعمار، فتشمل الكبار والصغار الذين يعانون منها بشكل خاص حيث تحرمهم الظروف التي ألقت بهم إلى الشوارع من حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير.
مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العاصمة نواكشوط، تتصاعد ظاهرة التسول بالأطفال على الأرصفة، فلم يعد كبار السن من المتسولين يكتفون بمد الأيدي في الشوارع وعند ملتقيات الطرق، بل أصبح الأطفال جزءاً أصيلاً من صورة التسول تحت أشعة الشمس الحارقة. فحسب البعض تأتي هذه الوسيلة للفت الانتباه واستقطاب تعاطف المارة من خلال جلب صغار السن من مختلف مراحل الطفولة وحتى مختلف الإعاقات. أيسة أم لعشرة أطفال متسولة عند أحد تقاطعات الطرق في مقاطعة تفرقزين، تصطحب أربعة من أطفالها من حي ملح كل صباح، أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات، تاركة بقية الأبناء في المنزل. وفاصل من المنايا هاي طافيلات شي أربعة ومتخلية، ولا عندي حد عايل عليا، ما هو راجل ولا أخو أبويا، ما ترسال أمه ولا أنا يعلم، وعندي والدتي الشيبانية، ولأني ماني قارية قريتني لحقت عندي نوفا باكم ولا أنا يعلم، لقد نتيجة الظروف الحمد لله العيال الحمد لله حد تخيو، لا تقدر يزرقش من الشاشة يمشي يدبر للشغل، ولا اللي مشى دبر لها ما أجبر لها، عدرت تكوين الأمومة والطفولة ما أجبرتهم، وعدرت جندرميري ما أجبرته، وعدرت بوليس ما أجبرتهم ولا يعلم ولا باقي، وعدرت البحر هوك سانت البحر تكونت فيه شهرين ما أجبرتهم ولا يعلم ولا باقي الشي ما عدرته ما أجبرته. التسول لم يعد حكرا على المواطنين، فالوافدون رأوا في سوق التسول المحلي دخلا أكبر من دخل ذات النشاط في بلدانهم الأصلية. هذه السيدة سنغالية ترى أن التسول في بلادها لم يعد يدر عليها ما تعيل به أبنائها الخمسة، فهاجرت بهم إلى موريتانيا. وهذه الناس هم اللي ماشية في الشوارع عندها بناتها وتوقف في الطرق ورافدة الشاشرة صغيرين ماشية تسول بيهم، هذا الدولة يا الله تبحث عن ذي الشريحة وذي المادة اللي هي تديرها في أوضاع ملائمة قادة تعيش في مستقبلها. ويبقى الطفل في النهاية هو الضحية، حيث تضيع حقوقه بين إكراهات الواقع الاجتماعي الذي تعيشه أسرته والتجاهل الرسمي لحقوقه المكفولة بترسانة من القوانين التي ظلت حبرا على ورق كما يقول المختصون، وبين التسكع على أرصفة لا تضمن للكبار حقا أحرى للصغار الذين سلبوا أبسط الحقوق في العيش ضمن بيئة توفر الرعاية الصحية اللازمة وتنتشلهم من براثن الجهل والتخلف. يقول سكان فم الجليتا بولاية غورغور إنهم يعيشون أزمة عطش حادة تفاقم من معاناتهم خلال فصل الصيف كل عام، في ظل النقص في الآبار والحنفيات بمنطقتهم، وتقع المدينة قرب أحد النقاط الهامة لتجمع المياه بفعل طبيعة الأرض الصخرية والشبلية، حيث تقول الحكومة إنها تعمل من أجل تزويد أفطط الشرق بالماء الصالح للشرب عبر سد فم الجليتا. المزيد نتابعه في هذا التقرير. مدينة فم الجليتا تعيش أزمة عطش تتفاقم تأثيراته في فصل الصيف، وتتصاعد هذه الأزمة مع موجة الحر التي تجتاح المنطقة كل عام لتجدد تهديداتها للسكان ولثرواتهم الحيوانية على حد سواء. الأطفال أتوا هنا بحثا عن جرعة ماء في يوم شديد الحر، ويتزاحم سكان المدينة حول هذه الحاوية طلبا للسقي، فيما تروي هذه المسنة حكاية أزمة العطش في فم الجليتا. والله لم أطش جدا يا مسن بنا العطش، ولا فوت سبتين وهلاثة احنا تكارو نقسو ملكنا نشربو بنا العطش، وهاي سبتين ما قد جاتنا يكون اليوم هي اللي قد شفناها وضحكتنا خلايا بنا العطش، وندور الماء يا خوتو نصدقوا لينا الماء خلينا بنا العطش. الرئيس الموريتاني خلال زيارته للمدينة في 26 من شهر أبريل الماضي أشرف على انطلاقة تشغيل محطة معالجة المياه في سد فم الجليتا، وهو مشروع يهدف حسب الحكومة الموريتانية إلى تزويد منطقة أفطوط الشرقي بالمياه الصالحة للشرب. واغتنم بعض السكان حضور الرئيس لتقديم شكواهم من أزمة العطش. قال لي أنت خلاقة، قلت له إني خلاقة تبديل العملة، والربينة مبات عندها سمعت قال له هو جاي اللي يعاني من نحن اللي عدل لنا الماء توف، وإنما ما لنا عطاش عطاش وتوف. المنطقة التي يؤكد خبراء أنها تعد من بين المناطق الأكثر خصوبة في البلاد تستقطب عشرات المزارعين، وتتعدد المنتوجات الزراعية التي يأمل هؤلاء أن يجنوها في موسم الحصاد،
إنهم حصلوا على الدعم والرعاية. تتجول سيارات تابعة للشركة الوطنية للمياه في بعض القرى التي يزورها الرئيس محمد العبد العزيز لسقاية الناس وتوزيع المياه، غير أن سكان هذه القرى يشكون من أن هذه السقاية تظل مرتبطة بيوم قدوم الرئيس، ثم يعودون إلى معاناتهم مع العطش في الأيام الموالية. أبو بكر الإمام لقناة المرابطون فم القليتة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. مجلس شورى حزب التواصل يؤكد في ختام دورته الرابعة العادية تمسكه بوحدة المنتدى ويدعو لحوار سياسي جاد. منظمة عدل للأخوة والمساواة تدعو للحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الموريتاني والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته. وفي النشرة تابعتم أيضا صعوبة الظروف الاقتصادية تدفع العديدين من وقشوط إلى امتهان التسول من أجل مجابهة أعباء الحياة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. ثانية موجز أخباري بحول الله، السلام عليكم.